نبدأ فيديونا بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد السلام عليكم. كاميرا كانون 1100D، هذه الكاميرا طبعا تمتاز بلانسين جاي معاها، في معاها حقيبة وشاحن وصلة كمبيوتر، وأيضا إضافة إلى 2 لانس. شايفين هذا اللانس يتم فك وتركيبه بكل سهولة، عبارة أنه في هاي النقطة الحمراء وعلى هاي النقطة الحمراء تحطهم فوق بعض وتقوم بشده إلى اليمين، ركب اللانس بمكانه. أيضا هذا اللانس يستخدم للزوم للتصوير البعيد، وفي عندنا هذا القسم مشان تفوكس الصورة أو للتركيز. راح نتحدث عن ميزات هذه الكاميرا، خلوكم معنا على بركة الله، نبدأ فيديونا لليوم. الشنطة، هاي الشنطة، شنطة الكاميرا. الكاميرا جاية داخل هذه الشنطة. إذا بدنا نرجع نفتح أول شغلة من هنا، هذا عندنا شاحن، شاحن البطارية، وبيعدنا أيضا هذا الكابل مشان الشحن الكاميرا. هاي هي الكاميرا مثل ما تشوفونها، هاي هي الكاميرا جاية بدون لانس نهائيا طبعا، لأنه اللانسات جايات معاها. وهذا اللانس الأول شايفينه، وهذا اللانس الثاني، وأيضا جاي معاها هذه الأغطية. طبعا انا حطيتهن على جنب مشان التصوير. جايه هاي هي، يعني اذا بدنا نذكر المعدات اللي جايه مع الكاميرا، جاي معاها هي 5 اغطيه مشان يغطون العدسات حتى ما تتجرح او حتى ما تنكسر. وايضا هاي الشنطه شايفينها، شنطه مخصصه للكاميرا مع حتى كابل للكمبيوتر. وهنا اذا نرجع هنا، هاي عدسه اولى وعدسه ثانيه، هي العدسه الاساسيه طبعا، وهي عدسه التقريب، وهاي هي الكاميرا مع الشاحن وكابل الشحن. اذا راح نتحدث عن الدقه، الدقه طبعا دقه الكاميرا 12 ميجا بكسل، يمكن الحصول على جوده صوره دي سي ال ار مع استشعار 12 ميجا بكسل اي بي اس بحجم سي. طبعا يوفر المعالج الموجود، معالج الصور دي جيك 4.14 بت، يقدم يعني ما يقارب ال 2 او 3.2 اطار في الثانيه. اذا التاثيرات، اذا بدنا نتحدث عن التأثيرات ومشاهدة بسيطة وسريعة استخدام، أيضا هي الخصائص المبنية على أوضاع الفيم اللي موجودة بالكاميرا. طبعا هي تقوم بالاختيار أو تقوم بالتركيز والتعويض، هاي طبعا كلها تكون تلقائية، والإعدادات الرئيسية المناسبة للجسم المراد تصويره أوتوماتيكيا، هي راح تتحدث أو تحدث هذا الأمر. وتقدم أيضا وضع أوتو كرييتيف، طريقة بسيطة وسهلة الفهم، يمكن حتى تحسين الشكل والمظهر من هذا او من هذه الاوضاع من كرييتيف اوتو وفقا للاجواء والاضاءه المناسبه باستخدام تقنيه الزائد بيسك من كانون. اذا بدنا نتحدث ايضا عن تسجيل الفيديو، طبعا هذه الكاميرا هاي الاي او اس 1100D يمكن تصوير الفيديو بوضوح عالي بسرعه من 25 الى 30 اطار بالثانيه. نحن قلنا انه الفيديو عباره عن صور متلاحقه ايضا، ويمكن عرض وتحرير اللقطات على جهاز الكمبيوتر او جهاز ماك او مباشره على التلفاز، يعني ايضا بامكانك تعرضها عن طريق مخرج HDMI. طبعا الكاميرا الى مخرج HDMI، راح نشوف هاي المداخل. طبعا هذا ال HDMI وهذا مخرج الكمبيوتر، وهذا ايضا للسماعات وتسجيل الصوت. وايضا اذا بدنا نرجع نشوفه من الطرف الثاني من هنا، نفتحها راح نشوف انه حاطين مكان كرت الذاكره، وهنا البطاريه. نفتح هذا القفل تخرج معانا البطاريه، وهذا كرت الذاكره يتم وضعه عن طريق الضغط والرفع. طبعا تضغط ويطلع، ترجع تكبسه يعلق بمكانه وله مكان هو. هاي العدسات جايه اول شيء بعدسه، هاي العدسه خاصه بالتغريب او بتصوير الاماكن البعيده. طريقه تركيبها سهله جدا، شايف ركبت، صار اللانس بمكانه. حساسية الإيزو من 100 حتى 6400، طبعا بفضل هذه الحساسية الموجودة بكانون يمكن التقاط صور حتى في ظروف الإضاءة الخافتة دون استخدام الفلاش، بمعدل يعني يعمل بمعالج 14 بت دي جيك 4 طبعا، الذي يساعد على التحكم في الضبابية والحفاظ على جودة الصورة. الإيزو طبعا متخصص بإدخال كمية الإضاءة عن طريق فتحة العدسة، إن كانت الإضاءة قوية جدا فهو يقوم بتخفيض الإضاءة، وإذا كانت الإضاءة منخفضة جدا يقوم بإدخال كمية إضاءة أكبر. نظام التركيز الأوتوماتيكي جاي بكفاءة 9 نقاط. إذا راح نتحدث عن مقياس التعريض اللي 6 صاير 63 منطقة IFCL،
طيب هاي ايش وظيفته هذا؟ وظيفته انا اقول لكم هو يقسم يقسم المشهد الى 63 نطاق قبل اختياره لايجاد افضل مستوى للايزو والسرعه. اذا بدنا قلنا نصور باضاءه معينه وسرعه معينه فهذا المقياس اوتوماتيكيا يختار لنا يقسم طبعا المشهد، فهو اوتوماتيكيا هذا يكون ضمن الكاميرا ضمن معالج الكاميرا الى 63 منطقه هو راح يختار افضل ايزو افضل سرعه لها. طبعا شاشه السي دي هاي هي شاشه ال سي دي جايه شوي كبيره شايفينها معي. طبعا عدد النقاط او البكسلات الموجوده بها هي عباره عن 230 الف نقطه، والكاميرا هاي تتميز بشاشه كبيره، بالعاده تكون الشاشات كانت صغيره الان بلشت تكبر لسه صارت تجي متحركه، لانه هاي الشاشه او هاي الكاميرا مو حديثه مو موديل 2021 يعني نتحدث احنا عن كم سنه طالعه بيها. ايضا اذا بدنا نستخدم بالها قلنا لكم العدسات الاي اف اس والاي اف عاديه، هذن هن العدسات الجايات معاها. هاي الاي اف سي شايفينها جايه بفتحه عدسه 18x55 وهاي الثانيه اللي جايه معاها راح اشوفكم اسمها، خليني افتحها من مكانها. هاي العدسه العاديه شايفين جاية على 75x300، هاي العدسة الأساسية اللي جاية مع اللانس، وهنا عن طريق هذه الوضعية تعمل الفوكس أو تقدر تأخذ أفضل وضعية تركيز للصورة. كان هذا هو فيديونا لليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسونا مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.